السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم الوصفة ديال الصابلي بعجينة واحدة كنخرجوا عدة أشكال. صابلي اقتصادي وناجح 100%. المكونات كنحتاجو جوج البيضات، جوج كيسان من سكر كلاصي، جوج كيسان من الزيت، شوية دافاني، رشة ملح، تقريبا واحد كيلو ديال الدقيق. بسم الله نبداو على بركة الله. نضيف الملح، سكر كلاصي، خدم مزيان السكر كلاصي مع المانغارين، شريت جانس وبعضياتهم. نضيف الزيت، بسم الله، نحاول ندخلها مع المانغارين حتى هي والسكر. ملي ولا الخليط بحال لابوماط نضيف عليه شوية د لافاني، هي العجينه ديال الصابلي كتكون على هذا الشكل. المهم ما كتكونش مرخوفه وما كتكونش قاصحه بين وبين. دابا غندخلها الثلاجه ترتاح واحد ساعه المكانه على الاقل.
دابا غنخدموا العجينه. المهم انا خديت بابي سولفيغيزي، يمكن لكم تخدموا بشي بلاستيك شي مشكل. بسم الله نبدا ندلكها. ها هو السمك ديال العجينه، كيكون ما رقيق ما غليظ. كناخذ اي طبع عندي في الدار، المهم اي طبع عندكم الشكل اللي كيعجبكم. انا غنخدم هادو. بسم الله نخلو صابلي ديالنا الفران على درجة الحرارة 180 درجة حتى كيبدا يتحمر غير واحد شوية ونخرجوه. ها هو صابلي ملي خرج من الفران، المهم كيكون محمر غير شوية، حمرو غير شوية وصافي. عندنا كيلو ديال الدقيق خرج ليا هاد الأشكال كاملة. دابا غندوزو معاكم طريقة ديال التزيين. هنايا عندي شوية د اللوز لي هرمشتو، وهنايا عندي الكونفيتور ديال المشمش، زدت عليه شويه ديال ماء الزهر وسخنته شويه. كندير شويه ديال الكونفيتور وسط ونسدها، نهز غير شويه اما الكونفيتور في الفوق ولا شويه ديال لاباج. ندير شويه ديال اللوز المهرمش ولا الكاوكاو، المهم
زوج طريقه الزين الثانيه. هنا عندي الحليب المحلى درته في الكوكوت، المهم خاصكم تعمروها بالماء تخليوه يطيب ساعه المكانه، من بعد تخليوه الكوكوت حتى تبرد مزيان، من بعد خليوه لابات تبرد نهائيا، هذه حاجه ضروريه. عاد تحلو لابات، المهم درتو في لابوش. هنا عندي شويه الكونفيتور ديال المشمش وشويه الماء ديال الزهر، ديرها شويه نلصق. غير بالمهل كليكم تخلطوا ما بين الشوكولاته الكحل والشوكولاته الابيض. نوريكم طريقه اخرى. هنا عندي شويه ديال الكوك والشوكولاته بالحليب اللي ذوبته في باماغي مع شويه ديال الزيت. المهم نحيدو هذاك الزايد ديال الشوكولات بطريقه. نديرو على بابي سولفيغيزي، ندير شويه الكوك. طريقه اخرى ديال التزيين. هنا عندي الكراميل، هنا عندي الشوكولاته الابيض اللي ذوبته في باماغي بوحدو،